ميدان فيكتور عم مانويل في سموحة بعد ما غطوه بالقماش وهو اختفى، لقوا كمان هيعملوه مكان لصرف مياه المطر بعد ما كان جنينة، واللي زاد وغطى المباني اللي بدأت تظهر على السطح يا ترى هيبنوا فيها ايه؟ كل دي اشاعات حضرتك سمعتها الفترة اللي فاتت. اسمع بقى معايا الحلقة دي وركز كويس علشان تعرف الحقيقة. هقول لك الحكاية والتركاية وحوري لك المخطط اللي هيكون الشكل عليه بعد التنفيذ، وهقول لك كل حتة في الميدان هيتعمل فيها ايه وهيكون شكلها ايه وكأنك شايفها دلوقتي. كمان لو حضرتك مهتم تعرف ايه اللي بيحصل في محافظة اسكندرية قبل حدوثه، يا ريت دلوقتي تشرفني بالاشتراك في قناتكم تركاية وحكاية، وتفعلوا زر الجرس على الكل علشان يجيلكم اشعار بكل الحلقات والمتابعات والاخبار الجديده، ويا ريت زي ما تعودنا لايك للحلقه وتقولوا لي في التعليقات حضراتكم كنتوا اللايك رقم كام علشان نعرف بعض. انا اخوكم مراد محمود ويلا نبدا. امبارح بالليل تم رصف الدوران المحيط بميدان فيكتور عم مانويل في منطقة سموحة، وده بعد ما تم الانتهاء من الأعمال داخل الميدان وقرب المشروع كله على الانتهاء. طيب ايه اللي بيحصل جوه الميدان اصلا؟ بيتعمل بيارة كبيرة بعمق 24 متر وبمساحة ضخمة جدا داخل الميدان، وده علشان يتم تجميع فيها مياه الأمطار واللي بيتم تجميعها من خلال الشبكة اللي تم إنشائها الفترة اللي فاتت وفقا لمشروع الاستراتيجية المتكاملة لتجميع مياه المطر والاستفادة منها، واللي تم تنفيذ منه أكتر من مرحلة. وده علشان يتم تجميع والاستفادة من مياه المطر اللي بتنزل على محافظة اسكندرية في موسم الشتاء كل سنة، بدل من تهدرها وتركها علشان تتسبب في مشاكل مرورية كتير عانت منها محافظة اسكندرية السنين اللي فاتت وخصوصا منطقة سموحة. كمان علشان يتم إعادة ضخها من خلال طرمبات للطرد مجهزة على أعلى مستوى علشان يتم نقل المياه في المسار الناقل وتوصيلها للاستفادة منها في الزراعة في مشروع الدلتا الجديدة. من ناحية بنستفاد من كل نقطة مية، ومن ناحية بنقلل المشاكل المرورية اللي كانت بتسببها، وكمان بنستفاد منها لزيادة الرقعة الزراعية. مشروع ضخم وعملاق أبدع فيه المركز الاستشاري لكلية الهندسة جامعة اسكندرية، المركز العالمي واللي بيديره مجموعة من علماء جامعة اسكندرية، واللي فيهم ميزة جميلة جدا انهم كاسكندرانية عارفين متطلبات الشعب السكندري وكمان امكانيات محافظتهم. وبإشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة شريك النجاح في اي مشروع ضخم، وبإشراف محافظ واعي بتتغير اسكندرية في عهده وفقا لرؤية القيادة السياسية للأحسن. المشروع الكبير ده لازم له متطلبات معينة، وده اللي بيتم عمله دلوقتي. يعني مثلا ده منظور رأسي لشكل الميدان بعد التجديد. اما المباني اللي بيتم بناءها داخل الميدان فهي عبارة عن ثلاث مباني. المبنى الاول غرفة للموزعات، والمبنى الثاني مولد الكهرباء ومبني بارتفاع معين، وده علشان التهوية لاشتراطات الامن والسلامة. والمبنى الثالث غرفة للتحكم بالبيارة وفتحات للكشف والصيانة للطرمبات، وده هيكون الشكل الجمالي للمباني من الخارج. اما عن التماثيل اللي كانت موجودة داخل الميدان فهترجع تاني في اماكنها بعد التطوير، وهترجع مساحات خضراء كتير وهيتم تشجير المكان، وزي ما حضراتكم شايفين هيكون جنة، وده الشكل النهائي للميدان بعد التطوير من الخارج. طبعا كان تم تصغير الصينية شوية لتوفير مساحة أكبر لمرور السيارات للمساهمة في حل الأزمة المرورية في المكان ده، وزي ما حضراتكم شايفين في الصورة وعلى الطبيعة ان ده ساهم في تسهيل الحركة المرورية اكتر. في اسكندرية كل يوم في جديد لتحسين حياتنا للأحسن، وبنفرح جدا لما بيتم الانتهاء من مشروع وبيتم تنفيذه وبيتم افتتاحه وبتبان نتائجه، وبنبارك لبعض عليه وبندور على مشروع تاني، وده دورنا اننا نوضح دور الدولة والمشاريع الجميلة والكبيرة اللي حوالينا. وزي ما وعدناكم اننا بنتابع معاكم كل جديد في محافظة اسكندرية، انتوا كمان تقدروا تتابعوا معانا تعرفوا ايه اللي بيحصل وايه اللي هيحصل في محافظة اسكندرية بعد ما تشرفونا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل علشان يجيلكم اشعار بالحلقات والمتابعات الجديدة. وما تنسوش زي ما تعودنا تعملوا لايك للحلقة وتقولوا لي في التعليقات حضراتكم كنتوا اللايك رقم كام علشان نعرف بعض. انا اخوكم مراد محمود وشكرا لكم.